لو كونساي RH باي أديكو. مرحبا بكم في لو كونساي RH باي أديكو. اليوم باش نحكيو على الحرفاء في الشركات وجودة الخدمات. قبل كنا نحددوا مواصفات الممثل التجاري انه عنده القبول وطريقه تواصل ممتازه ويعرف يدخل في الجو ويبدا متمكن من المنتوج باش ينجم يقنع الحريف. هذا الكل ممتاز، ولكن مش كافي باش الحريف يقتنع ويشري. توا نحكيو على ليفي ميغوار، كيفاش الموظف ينجم يحسس الحريف انه يشبه له وفاهمه، يخليه مطمئن ومستوى التواصل يصنع جو متاع ثقه باش يعمل انجاجمون، وهذا عن طريق تحليل انماط الشخصيات ولا البروفايلينغ. مثال الحريف اللي يبدا خايف وما يعطيش ثقة بسهولة، يستنى في ممثل تجاري مسيس ويعرف يستعمل حجج باش يتمان ويحس روحه في أمن وأمان. ساعات يحب يعرف تفاصيل على المنتوج والموظف ما يوسعش باله ويجري يعطيه الأسعار في باله باش يبيع، وإلا يحب يفكر شوية ويفهم روحه والبايع يحب يشريه توا توا. هذا الكل علاش؟ ضعف التكوين على مستوى فهم احتياجات الحريف ونمط الشخصية متاعو. هذاك علاش انه نعملو انسجام وتناسق مع شخصية الحرفاء، نوع من السنكرونيزاسيون اللي تنجم تكون طبيعية ولا تكتسب عن طريق الدورات التكوينية للفريق. هكا يخليو الكليون مرتاح وما يحسش بالضغط ونوع من الضغط التجاري لابريسيون كوميرسيال. انك تكون فريق من الكوميرسيو متنوع ويستجيب لمتطلبات السوق وانواع الحرفاء هو سر نجاح الشركات، وقت اللي فما انتدابات وتكوين مبرمج من مسؤولي الموارد البشرية في اعلى مستوى. كان هذا لو كونساي RH باي أديكو. فارس بن سويلح يحييكم، نلقاكم غدوة في نفس الموعد. Le conseil RH by Adeco.